اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في ثاني فقرات برامجنا الحواريه. مهم جدا ان احنا نتكلم عن موضوع اعتقد يهم الكثير من فئات الشعب المصري. حوالي 2 مليون اسره في هذه الاشكاليه اللي احنا نتكلم عنها، وهو موضوع قانون الايجارات القديمه. كما تعلمون حضراتكم ان الكثير من الوحدات السكنيه والعقارات متواجده في المناطق المهمه واللوجستيه في الدوله، ولكن الايجارات بتاعتها حتى هذه اللحظه تتراوح ما بين 2 و3 جنيه اقصاها مثلا 200 ولا 300 جنيه مقارنه بمكان هذه الوحدات. زي مثلا شقه في الزمالك ايجار قانون قديم بتدفع مثلا 3 و4 جنيه، في ظل ان ثمن الشقه دي مثلا 8 او 9 مليون جنيه، لو حضرتك اجرتها مش هتاجرها اقل من 7 او 8000 جنيه في الشهر. اذا هنا في يعني خلل. الخلل في ايه؟ ان من حق صاحب العماره ان هو ينتفع بقيمة إيجارية أكثر، في ظل برضو أن صاحب أو مستأجر هذه الوحدة لازم نحقق له النفع اللي هو من خلاله قام باستئجار هذه الشقة. المضرين لجأوا للكثير من الجهات سواء محاكم أو جهات في الدولة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك حلا باتا في هذه الإشكالية وفي هذا الموضوع قانون إيجارات القديم. ازاي نقدر نطرح الحلول اللي بتحقق المصلحه المشتركه للمستاجر وصاحب العقار؟ اعتقد ده اللي هيكون ان شاء الله نقطه الحوار المتصل والنقاش في هذه الفقره مع ضيفي العزيز المحترم الاستاذ محمد حسين المستشار القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب. اهلا بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك، كل عام وانت بخير. اهلا بيك وحضرتك بخير، السنه ومصر كلها طيبه. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه عايز اوضح بس للساده المشاهد قبل ما نتجول بشكل كبير جدا في مجريات القانون وهدفه الحلول المثلى لهذا الوضع، نعرفه ايه قانون الايجار القديم؟ يعني ايه؟ يعني نصه على ايه؟ وازاي اعطى الحق للمستاجر ان هو ينتفع بالوحده بتاعته لاطول فتره ممكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قوانين الايجار القديمه اللي هي صدرت ما قبل عام 81، كان قانون 49 سنه 77، ثم أعقبه القانون 136 لسنة 81، وهو ختام قوانين الإيجارات القديمة المنفصلة عن القانون المدني، بخلاف عقد الإيجار الجديد اللي بيحكمه في دول القانون المدني من قانون 4 سنة 96 وقانون 6 لسنة 97. القديم كان بيعطي حق لعقد الإيجار تكتب فيه كلمة مشاهرة في العقد، وكان العقد بيترخ سي مثلا 1/1/37 لمدة مشاهرة، شهر واحد مشاهرة، مشاهرة اتكتبت في العقد، بيظل هذا العقد إلى الآن ما دام المستأجر حي أو نجله حي وزوجته أحياء، يظل منتفع بالعين، ثم يتوفى وبعديه يقول العين لأولاده ثم لمراته ثم لابن الابن. والمحكمة الدستورية العليا كانت قضت بعدم دستورية نص وألغي هذا الطعن، ولحد النهارده لما تيجي تطلع ابن ابن من شقه ما تعرفش تطلعه بموجب الايجارات القديمه. طيب، كان فيها عوار تشريعي. واحده واحده معلش يا فندم في النقطه دي، يعني حضرتك عايز تقول ان القانون او في العقد نفسه مشاهره، مشاهره دي انك انت تورث الشقه دي زي ما حضرتك ذكرت الابن وابن الابن والزوجه. بالظبط. رغم ان في قرار من المحكمه بالغاء هذا القانون، صح كده؟ لا 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 لا، ولا ايه يا فندم؟ حضرتك المحكمه الدستوريه العليا لما لغت نص ماده. هي بقى الماده اللي الماده اللي بتخلف الشقه لابن الابن. لابن الابن ما بتورثش لاكثر من درجه معينه، رغم انها لغت الماده دي لكن برضو الناس بتورث. لا مش كده، هو امال ايه يا فندم؟ برضو حضرتك اتفضل. الماده 40 دي اللي خدي بعدم دستوريتها كانت بتورث للابن ثم ابن الابن. تمام. النهارده البنات بعد ما اتلغى الحكم ده بيتملقوا منهم، عايزين نفس الشقق. نفس، يعني انا عندي زي كيس حيه، شقه في حدائق القبه، تمام، جنب قصر القبه، تمام، ايجارها ملاليم، تمام، تنازلت احد بنات المستاجر لملك الشقه ومشيت. خلاص، تمام. اخر بنت بعد ما تنازلت جم ثلاث بنات، اقل واحده فيهم جده، اقل، والله زي ما بقول لك كده يا استاذ عاصم، اقل واحده فيهم جده، دخلوا على المالك، كل واحدة فيهم رفعت دعوة استرداد حيازة وإثبات علاقة إيجارية، وأنا بنت وأنا عايز أقعد في الشقة، وأنا التقاضي ده شغال من سنة 2010 حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة في 1/1/2017. ليه؟ عايزين ياخدوا شقة باباهم اللي كل واحدة منهم، اللي متزوجة وقاعدة في المعادي، اللي متزوجة وقاعدة في هيت نصر، اللي متزوجة وقاعدة في عابدين،
وعايزين يروحوا شقه والدهم ام 30 قرش ولا ام 3 جنيه ولا ام 4 جنيه. هذا هو القصور والعوار اللي يجب ان يعدل في ضوء وجود برلمان الايام دي. وانا سامع حاليا ان البرلمان ابتدى يتفتق ذهنه ويعرض عليه مشاكل مداويه القانون القديم وقانون الايجار القديم بما لا يضر مع الناس السكان اللي هم عديم الدخل او محدود الدخل. تمام. لان في منهم الشقق اللي حضرتك المثل اللي حضرتك ضربته لما شقه في الزمالك ولا في مكان لوجيستي وايجاره 6 جنيه دول مش ما فيهمش عديم الدخل. انما اللي فيهم عديم الدخل في الحياه الشعبيه في ناس بسيطه وفي ناس عايشه باجره قليله تتعادل الحال، الحال يتعادل ل 30 مثل ل 40 مثل لما تبقى ب 6 جنيه مش هيبقى في حاجه. ده دور برلماننا النهارده في القصه دي. تمام. هتكلم عن جزئيه مهمه جدا تخص المستاجر، في ظل ان المستاجر بيقول انا لو وديت الشقه للمالك انا كده اتظلمت. في ظل ان المالك يقول لك لا انا من حقي ان انا احصل على القيمه الايجاريه الاكبر طالما انا مالك لهذه الشقه، ومن حقه كمان ان هو يطلع المستاجر في حال انتهى العقد بتاعه، لكن العقد اللي ماضيه زي ما حضرتك قلت مشهر ده يحق له ان هو يكمل بيه اقوال فتره. ازاي نقدر نحل الاشكاليه دي؟ من خلال قانون زي ما حضرتك قلت من شويه ما يجيش على مستاجر الشقه وما يجيش بنفس الوقت على المالك. ايه مفردات القانون؟ المواد الذي يجب ان يتضمنها هذا القانون اللي احنا نقدر نقترحه من خلال هذه الفقره؟ لازم يحتوي على عداله اجتماعيه، لازم يوائم ما بين حق المالك في انه يتمتع بالقيمه الايجاريه اللي راجع عليه، وحق المستاجر في انه يلاقي مقابل انتفاع بالقيمه الايجاريه اللي هو دافعها. دون الضرر والضرار بالطرفين. وياتي فيه مثلا الاجره 30 جنيه من عقد ايجار مؤجر من الستينات مثلا. تمام. وعقد قديم ما ينفعش الساكن يطلع بموته او بموت عياله بعد كده ياخد الشقه الراجل. لكن هم احياء يعملوا ايه؟ في الحاله دي لازم اعوض المالك ده وارفع له القيمه الايجاريه من 30 الى 300 الى 500 الى 700، خاصه مع علاء الاسعار اللي احنا فيه النهارده ده. انت حضرتك النهارده الايجار الجديد لو حضرتك عريس جديد بتروح تاخد شقه جديده بتدفع ايجار تبدا تتكلم من 1000 و2000 و1200 و1000 ونص في مناطق شعبيه كده، وفي مناطق بقول لحضرتك في المرج في الخصوص الايجارات وصلت 800 جنيه و1000 جنيه. فما بالك النهارده في الزمالك وفي عابدين وفي السيده زينب وسط البلد في ارقى مناطق مصر ايجارات 6 جنيه و10 جنيه و8 جنيه و7 جنيه. الكلام ده لازم يعالج بان انا اضائل وضاعف قيمه الاجره للمالك بما يتفق مع الحاله الماليه برضو للساكن، وفي نفس الوقت الغي التأبيد بقى بتاع عقد الايجار، الغي واحط شروط. ما برضو هنا لازم اواجه حاجه، في من الملاك جسورين شويه ويعني اقطاعيين بمعنى اصح، ينتهي العقد مع عقد الايجار مده سنه او اثنين، ينتهي العقد باجرته ال 2000 جنيه او ال 3000 جنيه في الشهر. تمام. بعد ما ينتهي انا مش هاجر لك. صحيح. طب ليه؟ انا هعلي الاجره. اعلي الاجره كام؟ 6000 جنيه. ما هو النقيد كده كتير برضه. ومفيش رقابه عليه. مفيش رقابه. ومحدش يقدر يجبره ان هو ينزل القيمه الايجاريه دي. ده كمان في حاجه غايبه عن ذهننا. وسط البلد مليانه ايجار مفروش. مليانة إيجار مفروش. القانون نظم الإيجار المفروش ده وقال لك أنت عشان تأجر مفروش لازم تخطر الوحدة المحلية ولازم تدفع للضرائب قيمة الإيجار المفروش. محدش بيدفع الكلام ده، محدش بيعمل الكلام ده. عقد الإيجار عشان يحكم موضوع الإيجار المفروش، عقد الإيجار رقابيا الدولة غفلانة عنه. في رقابة حقوق الدولة ضريبيا من الإيجار المفروش، لأن معظم المأجرين في وسط البلد عرب وأجانب. حضرتك انا عن نفسي بدون داعي لذكر اسماء، في شقه مؤجره في وسط البلد في طلعت حرب ب 500 دولار في اليوم. فين دون اختار المحليات؟ دون اختار المحليات. فين الحقوق دي؟ فين رغم ان اختار المحليات لهدف منه تقنين الموضوع بحيث ان ما يجيش عليك بالظبط كده. بالظبط كده. طيب قبل ما نروح لموضوع الايجار المفروش خلينا نتكلم برضه على نقطه الايجارات القديمه. بنجد هناك نوعين، من يقوم بإيجار الشقة بأقل قيمة وبينتفع بيها بشكل كبير جدا، في ظل إن مثلا صاحب البيت
بالمعنى الدارج كده يراضي كافه الاطراف، ان هو يعني مثلا اللي يديله شقه بس عايز يهد العقار مثلا ويديله شقه فيها او يديله مبلغ تعويض. نجد احيانا بتتوقف الامور على مستاجر واحد هو اللي مش راضي يشتري بالشقه وما بيرضيش يتراضى خالص، وبناء عليه بيقف حال البيت كله. صحيح. القانون هنا ازاي يقدر ينصف الاطراف كلها بحيث انه ما يجيش على يعني احيانا واحد بيتوقف في مصلحه 40 50 ساكن، وده بنشوفه صح كده؟ تمام. ازاي نقدر نحلها الاشكاليه دي؟ لازم الاول هو في مشروع اعدته وزاره الاسكان مقترح لتعديل الاشكاليه دي ولتعديل العقد ده، انا شايفه الى حد ما اقرب للتصديق. قالت نرفع الايجار بنسب معينه، نؤقت العقد بمدد معينه، نحرم المالك من انه يتجنى على الساكن عند نهايه المده، عايز يجدد له تاني يجدد له بالاتفاق برضه في حال رغبه المستاجر، يعني عايز يجدد ما منحوش. ما برضه ما اصل تخيل ان انت زوج وزوجه خلفوا عيلين، كبروا العيلين بعدهم 3 4 سنين، الامتعه كترت، هتاخدها وتروح فين بالظبط؟ لا كمان انت اشتغلت هنا وخدت الشقه قريبه من شغلك، فبالتالي تيجي تغير هتلاقي الموضوع صعب. بالظبط كده. نعم. ده دور لازم مجلس الشعب قبل ما يسن هذا القانون لابد من حوار مجتمعي، لازم ياخد راي فئه معينه من السكان وراي فئه معينه من الملاك، حتى يكون عنده الموائمه والعداله الاجتماعيه عند سن هذا القانون. تمام. ونحن كمحامين بنعاني مر المعاناة في المحاكم من العقود الإيجار الجديدة والقديمة. يعني حضرتك لك أن تتخيل أن عقد إيجار جديد محرر في دول قانون 6/97 أو 4/96 مدة إيجاره سنة، انتهت السنة ب 1 بوينت في الشهر، الساكن مش عايز يطلع، هيعمل ليه الراجل عشان يطلعه؟ بيبعت له انذار انا مش هجدد لك وعايزك تمشي. مش هيمشي. بيرفع عليه دعوه فسخ عقد الايجار، تتمرمط في المحاكم 7 8 10 شهور ويطلع حكم ما يعجبوش يستأنفوا. رحنا الاستئناف قعدنا كمان سنه، ادي سنه و8 شهور وهو ما طلعش من الشقه وهو ما دفعش ايجار الشقه. دي امثال واقعيه حضرتك بتضربها. بقول لحضرتك حيه حيه. ادي هنا الملك المتضرر طبعا. هنا ما فيش، بقول لك مجلس الشعب هو الوحيد اللي يقدر يوازن ويوائم ما بين مصلحه المالك ومصلحه السكان. طيب بنجد برضو مثال اخر، ناس بتبقى واخده الشقه بايجار قديم 6 7 8 جنيه ان شاء الله حتى 300 جنيه كل شهر في مناطق لوجستيه، وبتاجرها بخمس وبسبع وب 8000 جنيه. تمام. واحيانا بيبقى بعلم مالك الشقه بس ما بيقدرش يتدخل. تمام. الجزئيه دي بقى ما يملكش الدخل. القانون هو اللي مر، رغم ما هو القانون يا فندم بيقول لي او لابنه او حفيده، صح كده؟ تمام. طب ما ده دلوقتي اللي ساكن مش حفيدي ولا ابني، مستاجر اخر انا ماجر له، مش المفروض القانون ليه من الباطن؟ لا، هنا القانون قال له خليه، ده غصب عنه لازم يخلى. من الباطن دون وفاه المالك لازم يخلى، ده سبب من اسباب الاخلاء. انما بالتفاهم الخلفي زي ما بيقولوا، بقول لحضرتك وسط البلد كلها كده. يعني انت لما تاجر شقه ب 500 دولار في اليوم لعربي، هل متخيل ان ده بدون علم الملك هيسيبك؟ انت ابسط الامور هتديله 2000 جنيه ويسكت. صح الكلام ولا لا؟ غلط والله. وحقوق الدوله رايحه، حقوق الدوله رايحه. لابد من تعديل لهذا القانون القديم والجديد. تمام. كلاهما عايز تعديل يتوخى في الاضرار اللي بتعود على المالك والاضرار اللي بتعود على المستاجر. فعندي احصائيه قدامي بتقول اكتر من 2 مليون وحده سكنيه مغلقه مهدرة. ايوه. ده ناس واخدين شقق او وحدات سكنيه ايجار قديم وساكنه في زايد وساكنه في التجمع وعندهم شقه في الزمالك وقافلاها. القانون بقى يتدخل في الجزئيه دي. فور اكزامبل، حي، مثل حي. تمام. عندي دعوه بتاعه شقه من الشقق المغلقه منذ سنه 2001. استهلاك كهرباء ما فيش. استهلاك ميه ما فيش. عشش عليها البوم والغربان وانتهى الامر الى انها في شارع الفرات في العجوزه في وسط البلد. من الشوارع الرهيبه. حضرتك عشان تشتري شقه في الشارع ده انا اقول لك 3 مليون جنيه. الشقه دي 120 متر. ما شاء الله. بالوصف اللي بحكي لك عليه ده. اجرتها 14 جنيه. بتاعه دكتور نزح خد عياله ومشي بره. رحمه الله عليه توفى. ابنه توفى. بقى عنده ثلاث بنات. احياء عايشين بره.
الشقه مقفوله مغلقه من 2001. طب المالك هنا القانون ما يشفعلوش ما يبقاش معاه؟ ما هو بيبقى معاه في ايه؟ هيرفع دعوه اجره بيدفع الاجره. اجره حتى لو مش ساكن فيها. لا في بقى حيله ثانيه ماده 18 بتقول لك لما تثبت نيه الساكن انه ترك الشقه بنيه الترك والتخلي. طب اثبتها النيه دي ازاي؟ يعني؟ بكافه طرق الاثبات بقى بشهاده الشهود. بمعاينة خبير يروح يثبت الشقة ان الشقة مهجرة، شقة ما فيش استهلاك كهرباء، شقة مهملة من بره عليها زبالة. في الوقت ده ممكن ياخد المالك الشقة؟ بس قضايا العمر الطويل دي المالك ياخد لها كتير، تاخد لها مينيمم 3 4 سنين. ودي الجزئية اللي عايز حضرتك فيها، ليه القضايا المفروض يعني اللي بيتم البت فيها في اقرب وقت ممكن؟ يعني ده سكن، يعني انا لو ما حصلتش على شقة ممكن اسكن في الشارع، صح كده؟ صحيح. ليه ما يكونش في بت فوري ليها زي القضايا المتعلقه بالاسره والقضايا المتعلقه بالحاجات اللي هي حيويه زي جه القانون 496 الخاص بعقود الايجار الجديده اللي اخضع عقد الايجار للقانون المدني، حط حاجه زي دي. قال لك عقد الايجار سي مثلا مدته سنه، الاجره 1000 جنيه. خلصت. عايز تطلعه زي ما انت حضرتك بتطلع الشوكه من السمكه كده ترميه. بالحسنى لابد القانون قال لابد ان تقوم باجراء على عقد الايجار بتاعك، تعمل له محضر تصديق في الشهر العقاري وخد عليه صيغه تنفيذيه من المحكمه بقيمه المده بتاعتك. بس ده الناس كثير منهم بيهربوا منهم يعملوه لانه بيتكلف شويه. تمام. الساكن المالك ما بيفكرش يعمله عشان بيتكلف. لكن انا لو مالك هوثقه في الشهر العقاري، اعمل له عقد تصديق ويخلص العقد، اعمل له اروح اسم الشرطه اعمل له محضر وهيطلع بكده اهو بالحسنى من غير قضية تقعد سنين في المحكمة. دي ابتدعها المشرع في عقد الإيجار الجديد. طيب. خلينا نحط حاجة موائمة ما بين العقدين نتوخى بيها ده وده. جميل. طيب صورة يمكن بعتها أحد مشاهدينا على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برنامج ساعة الصبحية، بيقول إن في واحد مأجر شقة في المهندسين إيجار قديم تقريبا ب 7 أو 8 جنيه في الشهر، في حين إنه بيدفع مية وكهرباء أكتر من 1500 و2000 جنيه. صحيح. التوازن هنا ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك لازم نعدل القانون بما يحقق العداله الاجتماعيه والموائمه ما بين الساكن والمالك. انت حضرتك بتقول بيدفع ايجار 6 جنيه وبيدفع ميه ونور 1000 جنيه. بلاش ميه ونور. بيدي لابنه مصروف كام في اليوم؟ في اليوم انت وانت نازل مش تدي مش تسيب لابنك فلوس؟ تسيب له كام؟ والاجره دي شهري اللي حضرتك بتسيبه لابنك يومي. المقارنة تيجي منين؟ ما دي مش ده مش عدالة، دي مش عدالة اجتماعية خالص. النهارده مع 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 تحرير سعر الصرف، مع غلاء الأسعار، مع ده مع ده، لازم ينظر في عقود الإيجار القديمة المؤبدة دي. حضرتك بتقول 2 مليون شقة مغلقة؟ صحيح. لا ده في سعادتك 15 مليون أسرة قاعدين في شقق بملاليم. الموضوع شائك فعلا. استاذن حضرتك بس نروح فاصل سريع ونرجع نكمل معاك هذا الحوار حتى نستطيع ان نجد الحلول للخروج من مأزق المخالفات او الايجارات القديمه. بعد الفاصل نلقاكم مره اخرى، انتظرونا مشاهدينا الكرام. متواصلين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في حديثنا حول قانون الايجارات القديمه. قبل الفاصل ضيف العزيز المحامي الاستاذ محمد حسنين اكد لي وقال ان السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو التعديل القانوني بما يضمن المصلحه المشتركه للمالك والمستاجر. برحب بك مره اخرى استاذ محمد، تحياتي لحضرتك. حابين نقول ان الدوله لازم ان يكون ليها دور، مهم ان يكون لمجلس النواب القرار الفعال في هذا الشان. دلوقتي عايزين نضمن حق المالك وحق المستاجر في قانون يضمن النزاهه والشفافيه والتطبيق، في نفس الوقت ان احنا نقدر تحقيق العداله الاجتماعيه للناس اللي هي المستاجره للوحدات العقاريه في المناطق الشعبيه واللي برضه مستوى الدخل بتاعها ضعيف في ظل انها بتدفع مثلا قيمه ايجاريه بسيطه. حضرتك بتقول حتى لو دفعت 30 ضعف واحد مثلا بيدفع 3 4 جنيه، لو اديته مثلا وصلتها معاه من 50 و100 جنيه مش هيقول لا. في ظل ان في ناس ساكنه في مناطق لوجستيه والشقه بتصل ايجارها ل 4 و5000 جنيه شهريا بيدفعوا 12 و13 جنيه وخلافه. القانون هل يستطيع ضمانة تحقيق العدالة لكل هذه الأطراف في ظل التشابك اللي موجود يا فندم؟ إذا كنا في دولة قانون فأهلا بالقانون ويجب على الكافة الامتثال له. نعم. مهما كان تجنى على ده أو تجنى على ده أو نصف ده أو نصف ده أو نصف كليهما لابد أن نلتزم به، وإلا ما نبقاش في دولة قانون.
تمام حلو قوي. حضرتك لتعلم ان الكل قانون ثغره، والثغرات دي بيتم استغلالها للاسف في معظم الاحيان الاستغلال السيء. تمام. دلوقتي لو انا دلوقتي هصدر او هقر قانون ان المالك الشقه ليه الحق ان هو يرفع القيمه الايجاريه للمستاجر، لو مثلا في الزمالك بدل ما بيدفع 15 جنيه يدفع 1000 جنيه. تمام. في ناس تقول لك انا مش هعرف اظبطها في المستاجر اللي هو مأجر شقه مثلا في منطقه شعبيه، وبدل ما كان بيدفع 15 ولا 20 جنيه هدفعه 600 جنيه، صح؟ تمام. الثغره دي ممكن نصل ليها، يعني احكام الثغرات ممكن يكون ازاي؟ طبعا كون حضرتك مستشار قانون. بالقانون برضو يضع نسبه تناسبيه، امثال كل 5 سنين، كل 10 سنين، مع تغير الحال، مع زيادة السلع، مع زيادة الأسعار، مع اختلاف الأعمار، صحيح. هتلاقي نفسك أنت كنت موظف صغير، بقيت موظف كبير، بقيت موظف أكبر، دخلك بيتراكم وبيعلى، هيواكب علو القيمة الإيجارية. لابد المشرع هو الوحيد الحريص على مصلحة الناس كافة وتعديل القانون فيما يتواكب مع هذا الحال الاقتصادي اللي في البلد. خلينا نوضح الصوره اكتر للمشاهد، يعني ونقول له ان في احيانا اصحاب عقارات بتبقى في مناطق لوجستيه، زبالك، معادي، المهندسين، وللاسف هم ما يقدروش يتاجروا شقه في العقار اللي هم مأجرين للناس فيه. صحيح. صح. بنجد الصوره دي. صحيح. في ظل ان ممكن يكون المستاجر بيمتلك اكثر من شقه واخد الشقه دي عشان ما يسيبهاش. تمام. طب ما ده في حد ذاته ظلم اجتماعي. ما هو ظلم اجتماعي لمالك العقار، وظلم اجتماعي ان المستاجر ما بيدفعش. اسمح لي اسالك سؤال انا هنا بقى. اتفضل يا فندم. مين السبب في ده؟ القانون بس كده. المحرك الرئيسي لده مجلس الشعب، ان فرصه ان احنا عندنا النهارده برلمان منتخب يتولى اعداد صياغه بعد مراجعه جميع الاطراف للقانون، تكون من شأنها انصاف المالك وانصاف المستأجر الى حد كبير. هو مش هيقدر، لا اخفيك سرا، انه مش هيقدر يراضي الاطراف كلها، الى حد كبير يخف من الثغرات دي. طب حضرتك عارف ان القضيه دي مش وليدة اللحظه، بالعكس ده يعني عاف عليها الزمن زي ما بيقول حضرتك. من عمري في المهنه دي وانا بشوف الامور القضائيه فيها. هل لم احد يتجرأ بتقديم صياغه قانون تضمن المصلحه للطرفين، ولا تفسر ايه بكون حضرتك مستشار قانون في هذا الشأن؟ ليه على كل هذه الحقب الزمنيه لم يتم البت في مثل هذه الاجراءات اللي هي المفترض تحقق العداله الاجتماعيه للطرفين المهمين في المجتمع؟ انا بقول لحضرتك وزاره الاسكان نزلت مشروع قانون في رأيها عرض على البرلمان وهيعرض عليه في الدورة اللي احنا فيه اللي بدأت دي، هينظر فيها وهيبتدي في السن بعد إجراء حوارات مجتمعية مع فئة من الملاك وفئة من المستأجرين، بشرط شريطة ان تكون فئة من الفئة البسيطة وفئة من الفئة سكان المناطق اللوجستية. أفندم؟ سكان المناطق اللوجستية، عشان يبقى عارف اللي ب 2 جنيه معذور، وابو 50 60 جنيه برضه معذور، والمالك فئه منه، عشان يرى ويستمع لكل ده مع الاستعانه بنقابه المحامين ومجلس الدوله، وحنصل الى صياغه نهائيه للقانون فيما تواكب كل الاطراف ان شاء الله، وتراضي وتحاول تداوي هذه الثغره. طب عشان ندرك مجريات الامور بكافه زواياها زي ما بيقولوا، الخساره اللي بتقع على الدوله من كل هذه المشكلات، ان واحد قافل الوحده بتاعته ومش بيأجرها ولا منتفع بيها، ان واحد بيأجر شقة بأجر لا يعادل ربع قيمتها ولو حتى أوضة في هذه الشقة، الخسارة تقع على الدولة يا فندم. محكمة مشغولة، يعني القضية اللي أنا قلت لحضرتك عليها بتاعت العجوزة دي. تمام. متداولة في المحكمة بقى لها 4 سنين. المحكمة معطلة لحسابها. ليه؟ ليه 4 سنين؟ عشان خاطر القضيه دي. عشان خاطر القضيه، يعني ما اكمل من القضايا. انا بقول لك مثل حي في مثل هذه القضايا، دايره كامله للايجارات معطله، فيها 80% من الشقق مغلقه، وللترك وللاخله ولهدم العقار، واسباب الاخله كتيره، ولم يتم البت فيها. ايه اللي بتستفيده الدوله بقى من ده؟ القاضي ده بدل ما يفصل في قضايا ناس تانية قاعد محبوس للدايره دي وفاضلها. صحيح. مش دي عطل على الدوله؟ مفيش كهرباء ولا ميه هتدفع للدوله. وعن شرط كل ايام الاسبوع في دوائر ايجارات في المحاكم، سبت، حد، اثنين، ثلاث، اربع، خميس، كل ايام الاسبوع في دوائر محاكم على اختلاف درجاتها، شمال القاهره، جنوب القاهره، جيزه، اقاليم، كل محكمه فيها 7 8 10 دوائر ايجارات محمله بكم هايل من القضايا بسبب
قانون الإيجارات القديمة. حاب حضرتك تلخص لي كده الحلول في روشتة علاجية زي ما بيقولوا، نقدر نحل العقبة في قانون الإيجارات القديم إزاي؟ واحد اتنين تلاتة حتى يعني نجد استجابة إن شاء الله من البرلمان في البت في مثل هذه القوانين ويقررها صفته يعني الجهة التشريعية الأولى في الدولة. مراجعة مشروع وزارة الإسكان الخاص المطروح بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وحاليا معروض على مجلس النواب، وإعداد مذكرة تفسيرية بعدها، ثم إجراء حوار مجتمعي بين فئات الشعب من السكان والملاك. صحيح. وإعداد مشروع لتعديل القانون 136 لسنة 81 الخاص بإيجارات الأماكن السكنية والمحلات التجارية، وبصفة خاصة المحلات اللي احنا يمكن انشغلنا عن كلامنا فيها، محلات وسط البلد، محلات وسط فيها محلات من دي، فيها محلات مؤجرة إيجار قديم، إيجار قديم صحيح، حرام، ممكن يدفع كهرباء ومية حوالي 12000 جنيه كل شهر في ظل ان الإيجار بتاعه يتعدى 100 جنيه. حرام، محلات في وسط البلد في شهر 26 يوليو. صحيح. إيجارات قديمة. لابد الكلام ده يتداوى ويتعالج في ضوء الحوار المجتمعي اللي لا يغفل عنه المالك ولا المستاجر. المستاجر اللي هو الطرفين، المستاجر ذات ساكن المناطق اللوجستية وساكن المناطق الشعبية. والمالك من أي جهة. والمالك طبعا. والمالك من أي جهة. ويكون رأيه ويعده برلمان ويعرضوه على الحكومة وعلى مجلس على المجلس الدولة ويسن القانون. أنا بضم صوت لصوت حضرتك، وأتمنى يا رب أن يكون هناك قرار فعال في هذه الجزئية حتى نستطيع أن نغلق ونسدل الستار على مشاكل الإيجارات القديمة، زي ما من حق المالك أن هو ينتفع بالوحدة بتاعته، كمان من حق المستأجر أن هو يحصل على الحق القانوني في إيجاد يعني سكن مناسب ليه. أعتقد الموضوع متشابك ولكن حله بسيط جدا بقانون هيريح جميع الأطراف. نتمنى يا رب إن شاء الله التوفيق في هذه الجزئية الهامة والخاصة بقانون الإيجارات القديمة. بشكرك جدا ضيفي العزيز المحترم في نهاية هذا اللقاء الأستاذ محمد حسين، المستشار القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب. شكرا ليك يا فندم، مشرفتني وتحياتي لحضرتك. أهلا بيك. أيضا بتقدم بالشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. غدا إن شاء الله لقاء يتجدد مع كرو عمل جديد من برنامجكم ساعة صبحية. أما أنا ألقاكم الأحد القادم، تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.